السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد لتشجيعهم ومساندتهم وكذلك لإرتباطهم بالمعرفة في المجال القانوني. للتذكير، هنا واحد مجموعة ديال التكوينات، خصوصا بالالتحاقات، التكوينات الالتحاق بالتكوينات بإحدى المستويات اللي كتعرفها التكوين المهني وإنهاء الشغل. قلنا أن هناك هي كتحتضن أو كتوفر واحد أربعة المستويات: التقني المتخصص، والتقني ثم التأهيل ثم التخصص. شفنا واحد المجموعة ديال التكوينات فيما يتعلق بالتقني المتخصص وأيضا التقني، ودابا غنشوفو التأهيل، ويكون أول موضوع كيتعلق بذلك العامل المؤهل في المجالات الخضراء. وطبيعة الحال كيهدف التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى مراعاة جميع الاحتياجات ديال سوق العمل والحرص على الاستجابة لمتطلبات الهيكل الاقتصادي لكل من المجال الزراعي والمجال الصناعي وأيضا المجال التجاري. وطبيعة الحال كيكون هاد العامل المؤهل في المجالات الخضراء هو ذاك العامل المؤهل في المساحات الخضراء كيكون هو مسؤول عن أنشطة المرتبطة بمجال المساحات الخضراء، وكيساهم طبيعة الحال في ترتيب الفضاء والمساهمة في خلق المناطق وتطوير وصيانة المساحات الخضراء بما في ذلك المنتزهات والحدائق والملاعب الرياضية. الشروط ديال القبول في إحدى هاد التكوينات اللي كنهضروا عليها، هاد التكوين ديال العامل المؤهل في المجالات الخضراء، كيطلب واحد حد السن 30 سنة، بمعنى أن الحد الأدنى للمستوى المدرسي المتطلب للسنة الثالثة ثانوي أو دبلوم في مستوى المتخصص في قطاع الأشغال العامة، وخص تكون عنده واحد الصفات واحد المهارات التي يجب أن يتميز بها الخريج، مثلا البراعة والدقة والروح المبتكرة مع كل هذا يجب ملء واحد الملف ديال الارشاد واجتياز واحد الاختبارات ديال القبول. وهذا الشيء كيأهله بطبيعه الحال باش يصبح بعد التدريب قادر على اداء واحد الانشطه بما فيها صيانه النباتات في الفضاء الطبيعي والمزين، وكذلك انشاء مساحات ذات مناظر طبيعية وأيضا صيانة المنشآت. إذا طبيعة الحال كما قلنا أنه التكوين المهني وإنعاش الشغل هو كيوفر طبيعة الحال هاد الفرص، باعتباره أنه كيراعي الجميع الاحتياجات ديال سوق العمل والحرص على الاستجابة كما قلت في السابق ديال متطلبات الهيكل الاقتصادي بكل من المجال الزراعي والمجال الصناعي والمجال التجاري. إذن إلى هذا الحد أعيد الشكر لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد،
التشجيع ولا مساندة، وقريبا غنبداو إن شاء الله تعالى نشوف بعض الدروس في المجال القانوني غنرجعوا ليهم كما كنا آنفا باش نناقشوا ونشاركوا جميعا الدروس ديال كتعلق بالمجال القانوني إن شاء الله في القريب العاجل. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر الجميع مرة أخرى، وليلة سعيدة، وإلى اللقاء إلى الغد إن شاء الله.